السيدات والسادة الزملاء الأعزاء، أهلا وسهلا بيكم بالقانون. هنتكلم عن جريمة البلطجة. البلطجة جريمة عاقب عليها قانون العقوبات المصري في المادة 375 منه، وتكلم على إن هي استعراض للقوة لأذى الآخرين، وهذا الاستعراض بالقوة وتهديد حياة الآخرين ومحاولة النيل منهم، سواء نفسيا بس الرعب في نفوسهم، أو سواء جسديا بمحاولة الضرب أو الإيذاء البدني. هنا ده اعتداء صريح على الأشخاص اللي الدستور نفسه في أحد مواده قال بأن حماية الأشخاص وحماية أنفسهم وعدم تروعهم هو حق أصيل للشخص يحميه الدستور. فاستعراض القوة ومحاولة وجود تجمعات من أشخاص لترويع الناس، سواء كان هذا الترويع لاقتضاء لحق بيعتقدوا أنه هو حقهم، أو محاولة للحصول على منفعة، هنا بيتدخل القانون لرفع الحد الأدنى للعقوبة، وحدها الأقصى بيصل لسجن مشدد تصل عقوبته لعشرين سنة. تخيل إن مجموعة من الأشخاص، أو شخص أو اتنين أو تلاتة أو حتى فرد واحد، حاول أن يمارس البلطجة على أي شخص في بيته، في مسكنه، في عمله، حتى في الطريق العام، تصل هنا العقوبة إلى السجن المشدد لعشرين سنة سجن، يعني بتنتهي حياته. إذا كان شاب بيطلع راجل خلاص فاته كل يعني كل شيء في الدنيا، وإذا كان عنده 40 سنة يعني انتهت حياته مع هذه العقوبة المشددة. فننتبه لأن في بعض الناس يقول له أنت مش عارف تجيب الفلوس بتاعتك، أنا عندي ناس تجيبها لك. يجمع شخص اتنين تلاتة ويحاولوا بالقوة إن هم يجبروا هذا الشخص على إن هو يسدد مثلا الشيك اللي عليه، أو يسدد المبالغ اللي موجودة في ذمته، بعيدا عن القانون، باستخدام البلطجة، باستخدام القوة الشخصية. طبعا في هذه الحالة ده في غياب واضح لدور الدولة ودور القانون، وإذا كان القانون هيقوم بتنفيذه كل واحد على هواه، هنكون في الحقيقة في غابة، مش دولة بتمشي بمؤسسات قانونية وبتمشي بقوانين يجب أن يحترمها الجميع. في ناس صنعت من نفسها قوة معينة بعيد عن قوة جهاز الشرطة وبعيد عن قوة جهاز التنفيذ اللي موجود في الدولة، وخدوا من نفسهم تنفيذ للقانون. كلام دوت كلام خطير جدا، وبيعرضهم لعقوبات مشددة بتصل زي ما احنا قلنا لعشرين سنة. الكلام ده لازم احنا نسلط عليه الضوء في اتجاهنا للوعي القانوني بأن البلطجة جريمة مجتمعية لابد أن يتصدى لها الإعلام، يتصدى لها المجتمع، شدد عليها القانون العقوبات، والحد منها هو ضرورة، ولابد أن يكون جهاز الشرطة تحديدا هو اللي بيقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أنه يقوم بتنفيذ القانون بعيد عن أجهزة الدولة الرسمية. شكرا جزيلا، وحنلتقي بإذن الله في حلقات أخرى من الوعي القانوني بالقانون، حتى نقف على كافة المشاكل اللي بتواجه مجتمعاتنا، وده دورنا من هذه القناة بإن احنا نحميكم بالوعي القانوني. حتى نلتقي بالقانون.